محفور في دار الأمان. يا عمان ارقي بعزة يا عمان، نفتديك بدمنا منك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، من أرضية ميدان بشاير لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا الكرنفال الكبير، ضمن الدعم الكبير والسخي من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد في هذا المكرمة السنوية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، وانطلاقاتنا مستمرة وأشواطنا للفئة الحجاج القعداني ينطلق في هذا الشوط، والمسافة 4 كيلومترات مباشرة الصدارة، والاندفاع هناك في مقدمة هذا الشوط من النمر حميد بن فليح بن سيف الشامسي، علي بن سلطان الدرعي في المقدمة هذا الشوط، اللي ينطلق هناك على الصدارة، اللي يندفع هناك في المقدمة المركز الثاني. لاحظ هناك القدوم من مياس حمود بن حميد بن محمد اليديلي الواصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز، وثالث الانطلاق قدوما هناك من يحمل رقم 13 هناك سلهود ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي القادم على المركز أيضا الثالث ورابع الانطلاقات. ايضا هناك الاسماء بدات تتدخل هناك من معاند سعيد بن عامر بن سالم المغيري، هذه الاسماء مشاهدينا الكرام بدات تتدخل هناك، والزحف من المراكز الخلفيه باحثين في هذا الانتصار الكبير وباحثين عن ناموس هذا الشوط. يا سلام، الصداره والمقدمه هناك عند علي بن سلطان الجنيبي الدرعي على المقدمه هذا الشوط، اللي ينطلق في الصداره هناك مع يتواجد في المقدمة المركز الثاني. ولكن أشوف بدأ هناك يتدخل شعار جديد من قبل سلهود ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث الواصل في هذه اللحظات، مثير محمد يتواجد بن صغير بن ونية الوهيبي الواصل على المركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر هناك يتواجد شعار المغيري مع معاند سعيد بن عامر بن سالم المغيري، وخامس النداء واصل هناك مياس حمود بن حميد بن محمد الجديلي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر تلفزيون عمان الرياضية الناقلة لهذا الكرنفال هذا الكبير، مباشرة هناك للصدارة، العودة إلى الرقص والتحدي هناك في قمة هرم هذا الشوط، اللي ينطلق المغيري يغير على الصدارة باحث عن الناموس والتحدي، يريد أهد السلامات إلى أهالي ميدان بدية بكل عزم وانتصار. شعار ارحبوا في دار قابوس الكرام، دار من نراه على راس الهرم، عد ما يطوفون حجاج الحرام، رحب الدار السلاطين الحرار. مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بالضيوف اللي يردون النبا، من وصل يلقى بوجه ما يبا قبل يبدا الشوط وانفك الستار. ارحبوا في دار قابوس الكرم، دار من نراه على راس الهرم، عد ما يطوفون حجاج الحرم، رحب الدار سلاطين الحرار. الخناجر والسيوف محنيات، بالذهب فوق المواتر زاهيات، والوفود الطارية الناموس جات، في ديار المنبع السباق ديار. البشاير هل تبدر السعد، وين لي بالمركز الأول وعد، للبشاير ساق الهجنة ما اشتركوا.
إذن تابعنا وإياكم انطلاقات الشوط الخامس عشر لهذا الصباح والذي خصص للجعدان ورصدت له جائزة نقدية، حيث حاز الغزال لمالك عامر بن سعيد بن محمد الوهيبي إذن على المركز الأول. إذن نبارك لعامر بن سعيد بن محمد الوهيبي حصول الغزال على جائزة هذا الشوط. من راح على راس الهرم عد ما يطوفون الحجاج الحرام، راح بدر السلاطين الحرار، الخناجر والسيوف محنيات بالذهب فوق